بيدير الحضور ديالكم وبارك الله فيكم. كنسمعك واحد الطالبة سميتها إكرام ياك، كاينة هنا في بلاصة إكرام. ربما حنا وليداتنا شي واحد من المتخيل أن وحدات الجوج اللي كنسموها كثير من الأحيان كيبقاو تحت الباب وما كيمشيش حتى تدخل، هذه ماشي شفافة، لذلك أنا هو دير لي واحد الكريم خاص، هادشي ما كانش مخطط له. علاش باش نقول لهم الطاكسي اللي لقيتهم قبيلة واقفين في الباب كيتسناو الطالبة كيعطيو لهم الهاتف ونقول لكم شكرا لأنكم كتحافظوا على دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.